كما عودتنا مجموعة الخبر السار وللسنة التاسعة على التوالي تنظيم أمسياتها الميلادية التي تقيمها في مختلف محافظات المملكة، حيث أقامت هذا العام أمسيتين في محافظة الكرك. كانت الأولى في كنيسة سيدة الوردية، حيث قدمت مجموعة من تراتيل الميلاد وحفلة للأطفال، كما تضمنت الأمسية تقديم مفاجآت للأطفال ورسم على الوجوه أضفت على الحاضرين البهجة والفرح والسرور. قامت شبيبة سيدة الوردية الكرك حفل للبراعم بمناسبة عيد الميلاد بمشاركة مع مجموعة الخبر السار، ونشكر نورسات على تواجدها الدائم معنا، وشكرا لجميع الحضور معنا اليوم. كما قدمت المجموعة حفلا ثانيا في كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في قرية سماكية، وذلك تحت رعاية القنصل الفخري لجمهورية مقدونيا السيدة هدى نفاع، وبحضور عدد من الآباء الكهنة والراهبات وأهالي بلدة سماكية، حيث ابتدأ الحفل بكلمة ترحيبية من كاهن الرعية قدس الأب أيهم زيادين، الذي رحب بمجموعة الخبر السار وشكرهم على قدومهم لبلدة السماكية. وتضمن الحفل كذلك مجموعة من التراتيل الميلادية ومفاجأة للأطفال. اليوم احتفلنا في بلدية سماكية في محافظة الكرك باحتفاليات بمناسبة العيد المجيد. طبعا نحن مع الكنيسة الكاثوليكية، بحب أتشكر الجميع على هذه الدعوة، وأتمنى للجميع أعياد طيبة ومجيدة، ينعاد على الجميع بصحة وسلامة، وعلى أردننا الخير بكل شعبه، بكل احترام إلى هذه البلد الكريمة، أنه تكون عندنا دائما الأمان والأعياد واحتفاليات الأعياد دائما تكون للجميع إن شاء الله. وفي ختام الاحتفال قدم قدس الأب أيهم زيادين درعا للقنصل هدى نفاع، التي شكرت بدورها قدس الأب أيهم وفريق الخبر السار وأبناء قرية سماكية على حسن الاستقبال، وتمنت لهم أعيادا ميلادية سعيدة. في ذات السياق قدمت المجموعة نفسها أمسية ميلادية في كنيسة قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي تحت عنوان نحتفل بك، حضرها كاهن الرعية قدس الأب علاء مشربش وعدد من أبناء الرعية، حيث جاءت هذه الأمسية بهدف تحضير المؤمنين لعيد الميلاد المجيد من خلال عيشهم للتراتيل وتهيئة قلوبهم لاستقبال طفل المغارة. اليوم مع مجموعة الخبر السار كمان بهذا المساء نحتفل مع العائلات ومع الأطفال حتى فعلا نعيش أجواء روحية بالدرجة الأولى، وأيضا أجواء الفرح والسرور بقدوم يسوع المسيح. كل عام وأنتم بخير، ولد المسيح هللويا. بشكر دائما فضائية نورسات اللي بتغطي لنا كل الاحتفالات والمناسبات الرعوية. السنة التاسعة على التوالي اللي بنحتفل فيها بعيد الميلاد المجيد في أكثر من مناطق، منها الشمال ومنها الجنوب ومنها بعمان، سواء كان في كنايس أو بشوارع. وهاي الفعاليات في المهرجان تتضمن مجموعة من التراتيل، وبرنامج للأطفال بتضمن رسم على الوجوه وبلالين وسانتا.